ساكن لحد دلوقتي تاخد الوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلاب الصف الأول الثانوي، كل عام وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأم، وربنا يخلي كل أم ليكم يا رب، وما يحرمناش دايما منهم. نستكمل شرحنا للترم الثاني في مادة الفلسفة والتفكير العلمي للصف الأول الثانوي. إن شاء الله الترم الثاني بيتكلم على ثلاث موضوعات. الموضوع الأول بيتكلم على معنى العلم وأخلاقيات العالم. الموضوع الثاني بيتكلم على خصائص التفكير العلمي، زي ما خدنا في الترم الأولاني خصائص للتفكير الفلسفي والتفكير الإنساني، هناخد برضو خصائص للتفكير العلمي وإيه هي خطوات التفكير العلمي. ثم ننتهي موضوعنا في الترم الثاني على التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. التفكير الناقد إزاي أبين مواطن القوة والضعف في أي موضوع من موضوعات الحياة، سواء كان موضوع علمي أو موضوع اجتماعي أو موضوع أخلاقي أو موضوع إنساني أو في أي مشكلة من مشاكل الحياة التي يواجهها الإنسان. وطبعاً التفكير الناقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال شخص لديه كم من المعلومات، يعني محتاج معلومات عشان أقدر أنقد الموضوع اللي قدام مني. ثم ننتهي بالتفكير الإبداعي. والتفكير الإبداعي زي ما خدنا في الترم الأولاني في الأسلوب الإبداعي هو إنتاج شيء من لا شيء. التفكير الإبداعي تفكير يعتمد على الابتكار والاختراع والاكتشاف والإتيان بكل ما هو جديد والوصول لحلول مبتكرة والوصول لأكثر من حل للمشكلة. عاوزك تركز معايا عزيز الطالب في الموضوع الأول اللي هو معنى العلم وأخلاقيات العالم. هل العلم له معنى؟ هناك فرق بين مفهوم العلم أو معنى العلم والمعنى الاصطلاحي للعلم. لما نتكلم على العلم، أولاً العلم ده جاي من تساؤلات الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الإنسان حب العلم وحب المعرفة وحب الاكتشاف وحب الاطلاع، جعل في النفس البشرية كل هذه الأشياء. فحب العلم دي صفة أساسية من الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان. حب الاكتشاف، الطفل الصغير يستطيع أن يقول الحاجة دي إيه، عاوز يكتشف الشيء اللي قدام منه. هذا أدى إلى مولد العلم. إذن العلم اتولد لما قصرت التساؤلات بالنسبة للإنسان، وأصبح الإنسان يريد أن يفسر كل ما حوله من ظواهر كونية عشان يحصل على إجابة. كلمة الحصول على إجابة من موضوعات أو من أسئلة كان ذلك مولد للإيه؟ للعلم. طب لما نيجي نتكلم على معنى العلم، الأول هنتكلم على معنى العلم
لغويا في اللغة، ومعنى العلم اصطلاحا اللي هو المفهوم اللي بيتفق عليه كل العلماء للعلم. أولا اختلف مفهوم العلم لغويا واصطلاحيا، يبقى أول حاجة إيه؟ اختلف مفهوم العلم، مختلف سواء كان في اللغة أو سواء كان كمعنى اصطلاحي أو علمي من مجتمع لآخر ومن عصر لعصر آخر. حلو كلام؟ طيب المعنى اللغوي للعلم، كلمة العلم هي مأخوذة من الكلمة الأوروبية ساينس، وكلمة ساينس مأخوذة من أو اشتقت من المعنى اللاتيني سكير. يبقى العلم كمصطلح حديث لم يتم صياغته إلا في الثلث الأول من القرن ال19، وركز معاه في المصطلحات دي. يبقى مفهوم العلم لم يتم صياغته إلا في إمتى؟ الثلث الأولاني. ممكن يجي لي سؤال يقول لي إيه؟ تم صياغة العلم في الثلث الأول، الثاني، الثالث، الأخير من القرن ال19. الثلث الأول من القرن الكام؟ 19. في أي مكان في أوروبا؟ كلمة ساينس أو علم مشتقة من الفعل اللاتيني إسكير. إذن ساينس مشتقة من إيه؟ فعل ولا اسم ولا حرف؟ من فعل، فعل لاتيني ويعني إسكير. وكلمة علم معناها أن يعرف، معناها إيه؟ أن يعرف. خلي بالك إن كلمة العلم دي كانت مقتصرة على العلوم الطبيعية من كيمياء وفيزياء وأحياء. طب في اللغة العربية كلمة العلم تعني النشاط العقلي، تعني النشاط العقلي أو ما يسمى باسم الدرس العقلي. وقد أطلق بعض الفقهاء زي ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل على كلمة العلم إنه كان مقتصر على علم أصول الدين والتفسير والفقه، علم أصول الدين والتفسير والفقه. نيجي الحاجة الثانية، المعنى الاصطلاحي للعلم. يبقى أول حاجة خدنا المعنى اللغوي، قلنا إن العلم اللي هو ساينس مشتق من الفعل اللاتيني إسكير ومعناه أن يعرف، وكان العلم بهذا المعنى مقتصر على العلوم الطبيعية بالمعنى الصارم بتاعها من كيمياء وفيزياء وأحياء. أما العلم في اللغة العربية بيّنه بعض الفقهاء أمثال ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل على أنه النشاط العقلي أو التفكير الذهني، وكان هذا العلم مقتصراً على علم أصول الدين والفقه والتفسير. وقلنا ظهر في الثلث الأول من القرن ال19 في أوروبا. المعنى الاصطلاحي للعلم، لما نيجي نشوف المعنى الاصطلاحي للعلم هنلاقي أن تعريفات العلم اصطلاحياً متعددة. في ناس قالت أن العلم هو الموضوع، وفي ناس قالت أن العلم هو المنهج، وفي ناس قالت أن العلم هو النتائج التطبيقية. كل واحد عرف العلم بتعريفات مختلفة. ناس قالت العلم هو الموضوع، وناس قالت العلم هو المنهج أو الطريقة، وناس قالت أن العلم هو النتيجة اللي أنا بوصل إليها أو النتائج التطبيقية اللي أنا بستفيد منها. تعال نشوف كل واحد عرف التعريف بتاعه للعلم إزاي. الناس اللي قالت التعريف العلم هو الموضوع، قال لي إن موضوع العلم إن هو بيدرس وقائع، يعني حاجة واقعية، حاجة ملموسة، حاجة محسوسة، وظواهر محسوسة، وظواهر محسوسة. يبقى قالوا إن العلم هو الموضوع دراسة الوقائع والظواهر الحسية، وده بيشير إلى مادة العلم. طب والناس اللي قالت إن العلم هو المنهج، كلمة منهج أساساً معناها الطريقة، كلمة منهج يعني طريقة، الطريقة اللي بيستخدمها رجل العلم علشان يوصل لحاجتين. إيه هما الحاجتين دول؟ يا إما يوصل للقوانين
والقوانين دي ممكن تتغير، ويا إما يوصل للنظريات العلمية. وطالما إن العالم وصل لنظرية علمية، النظرية ثابتة لا تتغير. ما زلنا حتى الآن بنستخدم نظريات إقليدس وفيثاغورس في الهندسة والرياضيات من قبل الميلاد حتى يومنا هذا. إذن المنهج في العلم هو الطريقة التي ينتج بها رجل العلم القوانين والنظريات اللي هي العلمية. طيب الناس اللي قالت أو العلماء اللي قالوا إن العلم هو النتائج التطبيقية، ما المقصود بالنتائج التطبيقية؟ كلمة النتائج التطبيقية اللي هي ما أنجزه رجل العلم، اللي أنجزه رجل العلم، الحاجات اللي سهلت حياة الإنسان. طبعا لو بصينا على حياة الإنسان قديما نشوف كانت عاملة إزاي ودلوقتي بقت عاملة إزاي. شوف الناس زمان كانت عايشة إزاي والناس دلوقتي عايشة إزاي. الناس زمان كانت حياتها صعبة جدا. شوف النهاردة النتائج التطبيقية للعلم اللي هي ما أنجزه رجل العلم لخدمة المجتمع من شبكات اتصالات، من مواصلات، أجهزة منزلية. أي أن العلم هو النتيجة. العلم هو إيه يا شباب؟ العلم هو النتيجة. يبقى دائما بنقول العبرة في العلم هي النتيجة اللي هي النتائج التطبيقية. يبقى لما نيجي نتكلم على تعريفات العلم اصطلاحيا هنتكلم على الموضوع اللي هو دراسة وقائع وظواهر حسية. سواء أبدأ بدراسة الوقائع أو الظواهر الحسية مش هتفرق معنا كتير. وناس قالت إن العلم هو الطريقة اللي بيستخدمها رجل العلم عشان يوصل للقوانين والنظريات، وده المنهج بتاعه. يبقى المنهج هو الطريقة. أما النتائج التطبيقية اللي هي ما أنتجه وما أنجزه رجل العلم لخدمة المجتمع. شوفوا جدودنا زمان كانوا عايشين إزاي وكانوا بيغسلوا إزاي، والنهاردة عاد توفر إيه؟ من غسالة عادية لغسالة نص أوتوماتيك لغسالة أوتوماتيك لغسالة فوق أوتوماتيك، وسهلت حياة الإيه؟ سهلت حياة الناس. نيجي بعد كده يا شباب على إيه؟ على موضوع العلم. لما نيجي ناخد موضوع العلم، رجل العلم بيدرس ظواهر، بس الظواهر إيه اللي هو شايفها؟ يبقى موضوع العلم رجل العلم يقوم بدراسة ظواهر في العالم الذي يراه، وكل واحد بيدرس الظاهرة على حسب التخصص بتاعه. بمعنى ان الظواهر اللي عندنا كام؟ 3. في ظواهر طبيعية، وفي ظواهر بيولوجية، وفي ظواهر نفسية واجتماعية. في ظواهر نفسية واجتماعية. ظواهر طبيعية زي الطبيعة اللي انا عايش فيها، الارض، البرق، الرعد، الجاذبية الارضية اللي تدرسها العلوم الطبيعية زي الكيمياء والايه والفيزياء. وفي ظواهر بيولوجية اللي هي متمثلة في علم الاحياء، اللي هو بيتكلم على الخلية الحية والخلية النباتية والتمثيل الضوئي بالنسبة للانسان. وفي ظواهر نفسية واجتماعية اللي بيدرسها مثلا العلوم الاجتماعية والنفسية زي علم الاجتماع وعلم النفس، زي ظاهرة العنف، زي ظاهرة انتشار المخدرات، زي ظاهرة الايه الاضطراب النفسي بين الافراد. طيب بعد كده لما نيجي نشوف في موضوع العلم او للثلاث ظواهر اللي قدام مني، الظواهر الطبيعية، الظواهر البيولوجية، الظواهر النفسية والاجتماعية، هنلاقي في الظواهر الطبيعية ان علم الفيزياء بيحتل المرتبة الاولى في تصنيف العلوم الطبيعية. انا عندي في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم فيه ما هو اعم وفيه ما هو اقل تعميم. في كل علم فيه ما هو اعم وفيه ما هو اقل تعميم. لو احنا مثلا مسكنا العلوم الطبيعية، ناخد في العلوم الطبيعية اعمها الفيزياء، واقل حاجة في العلوم الطبيعية الاحياء. في العلوم الرياضية ناخد مثلا ان اعم العلوم الرياضية الجبر والهندسة واقلها الحساب. طيب الفلسفة فين من العلوم ديت؟ الفلسفة في قمة العلوم، لان فيها علم المنطق، والمنطق ده بيمثل الهرم الكبير او قمة الايه العلوم، ولذلك بيحتل المرتبة الايه الاولى زيه زي الفيزياء بالظبط. اشمعنى المنطق؟
لأن المنطق فيه عوامل بتجنب الوقوع الإنسان من الخطأ. عوامل التفكير السليم، العوامل اللي بتجنب الإنسان الوقوع في الخطأ، وإزاي الإنسان يفقد تفكير سليم. ولذلك دائما نقول إيه؟ سياسة منطقية، أو خلي كلامك منطقي. منطقي يعني موزون، معقول. طيب، في المرتبة الثانية العلوم البيولوجية اللي هو علم الأحياء، وفي المرتبة الثالثة اللي هي نهاية العمومية اللي هي العلوم الايه؟ العلوم الاجتماعية. العلوم الاجتماعية زي علم النفس، وزي علم الاجتماع، وزي علم الاقتصاد، العلوم اللي بتدرس المجتمع وبتدرس الإنسان، وبتدرس الإنسان. بعد كده يا شباب ناخد هدف العلم، ناخد هدف العلم. ايه هو هدف العلم؟ انا بعمل العلم ليه؟ انا بذاكر ليه؟ العلم له هدف، زي ما الانسان اتوجد على ظهر الارض وله هدف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. هدف العلم هو سيطرة الانسان على الطبيعة، سيطرة الانسان على الطبيعة. انا عاوز اقول لك ان الانسان من اضعف المخلوقات اللي ربنا خلقها على الارض جسمانيا. النملة ممكن تشيل اكتر من وزنها 5-6-7 مرات، الانسان ما يقدرش يعمل الكلام ده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هيا للانسان واعطاه ومنحه عقل يفكر به، حتى يستطيع ان يسخر كل الكائنات لخدمته. ولذلك ده كان هدف العلم، لما الإنسان يستخدم عقله يستطيع الإنسان أن يسيطر على مين؟ على الطبيعة، ويتجنب أخطار الطبيعة من الزلازل والبراكين والسيول، زي ما حصلت مع اليابان. شوفوا اليابان اللي معرضة كل فترة والتانية للزلازل، شوف عملت البيوت إزاي، عملت الأعمدة، حطت في الأعمدة بتاعتها إيه اللي في البيوت، وعملت المصانع بتاعتها ازاي عشان تتجنب وتقلل من اخطار الايه؟ من اخطار الزلازل. عشان كده بنقول ان العلم له جانبين. العلم له ايه؟ جانبين. في جانب نظري وفي جانب تجريبي. جانب نظري وجانب ايه يا شباب؟ وجانب تجريبي. الجانب النظري ودول بيمثلهم علماء متخصصين في التنظيم العقلي، علماء متخصصين في التنظيم الايه؟ العقلي. ايه هم العلماء اللي متخصصين في التنظيم العقلي دول؟ الناس دول هم عباقرة العلم، دول عباقرة العلم، دول مبدعون العلم، اللي ابدعوا العلم، دول اللي بيستخدمهم اللي بيستخدمهم العلم من الجانب النظري حتى يستطيعوا ان يسيطروا على الطبيعة ويتجنبوا أخطار الطبيعة. زي مين؟ زي نيوتن وأينشتاين والدكتور أحمد زويل. يبقى نيوتن كان في الجانب النظري، وأينشتاين كان في الجانب النظري، ودارون كان في الجانب النظري، وكذلك الدكتور أحمد أحمد زويل. أما الفريق الثاني دول علماء متخصصين أو متخصصون في التطبيق، إحنا بنسميها تكنولوجيا التجربة. دول اللي يقدرهم يتحققهم من الفروض اللي عملوها العلماء في الجانب النظري، يقدروا يتحققهم من الفروض اللي عملوها العلماء في الجانب الإيه؟ في الجانب النظري، علشان يحلوا المشاكل العلمية. يبقى أي جانب تطبيقي لابد وأن يبدأ بجانب نظري، جانب نظري ثم يقوم بعملية التطبيق. زي مين؟ زي الدكتور أحمد زويل. أحمد زويل كان متخصص في الجانب النظري وفي الجانب الإيه؟ وفي الجانب العملي أيضا. نيجي بعد كده يا شباب على مهام رجل العلم. ايه هي الوظائف بتاعت رجل العلم؟ هل رجل العلم له وظيفة؟ ايه هي مهام رجل العلم؟ اول وظيفة لرجل العلم عملية الوصف.
انه يوصف. هيوصف ايه؟ هيوصف الظاهرة اللي هو شايفها. لان رجل العلم، انا قلت في الاول، موضوعه دراسة وقائع حسية مادية ملموسة. اذا هو بيوصف الظواهر التي يراها او التي يسمعها. عشان كده بنقول ان الوصف هو المهمة الاولى لرجل الايه؟ العلم. ينظر الى الواقع الحسية اللي هو شايفه، وبعد كده بيحاول يجمع كل نوع من انواع هذه الظاهرة ويطلق عليه اسم معين. ده بيسميه رجل العلم باسم التصنيف. زي ما انا مثلا اجي اصنف في المرحلة الثانوية للصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث. الصف الاول اصنفه الى بنين وبنات، وصف البنين ابدأ بترتيب معين. كذلك رجل العلم لما بيجي يوصف ظاهرة بيجيب الحاجات المتشابهة او كل مجموعة معينة يجمعها رجل العلم، يقوم يطلق عليها تصنيف معين، يسمي التصنيف دوت باسم الايه؟ يسمي العملية دي باسم التصنيف. طب بعد ما بيوصف الظاهرة اللي هو شايفها ويصنفها، يقوم يفسرها. كلمة التفسير تعني إعطاء الأسباب. يقول لك بما تفسر حدوث كذا بسبب كذا. يبقى التفسير هو الحصول والعصور على أسباب للوقائع الحسية اللي احنا شايفينها، بهدف فهم الظاهرة المحيطة بالإنسان وإزاي يوضح كيفية إيه؟ كيفية حدوثها. إزاي يوضح كيفية حدوثها. طيب بعد كده يا شباب، بعد ما يوصل لعملية التفسير يبدأ يتنبأ بالظاهرة. يبدأ يتنبأ بإيه؟ بالظاهرة. كلمة التنبؤ مرتبط بالتفسير. التنبؤ إيه؟ مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفسير. يعني لو ما قدرتش افسر الشيء اللي قدام مني صح، مش هقدر اتنبأ بايه اللي ممكن يترتب ايه يترتب عليه. فالتفسير بيوصلنا للقوانين. التفسير بيوصلنا لمين؟ للقوانين. وبالتالي القوانين ديت انا بوجهها لمين؟ للمستقبل. بوجهها للمستقبل. وبكده نقدر نتنبأ بحدوث ظاهرة ايه؟ ظاهرة معينة. نبدأ نتنبأ بحدوث ظاهرة ايه؟ معينة. زي ايه؟ لما اقول لك ظاهرة الاحتباس الحراري، ظاهرة كلنا عارفينها. ظاهرة الاحتباس الحراري لما اجي اوصفها، العلماء لاحظوا ان في ارتفاع في درجة حرارة الارض. طب قالوا بسبب ايه؟ التفسير قال بسبب الغازات الدفينة الناتجة عن ممارسات الناس في المصانع، الأخطاء اللي عملها الإنسان وكان المفروض يتجنبها. التنبؤ طبعا لما ترتفع درجة الحرارة يؤدي إلى ذوبان الجليد في قطبي الكرة الأرضية، ارتفاع كمية المياه في المحيطات والبحار، نقص كمية الأرض الصالحة للزراعة لأن الأرض كلها تبقى مية، هجرة السكان، بعض سكان الساحل الشمالي الى داخل الايه؟ البلاد، انخفاض الانتاج، هنضطر ان احنا نستورد منين؟ من بره. كل دي تنبؤات. بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. خدنا تعريف العلم لغويا واصطلاحيا، خدنا موضوع العلم ثم هدف العلم، وفي النهاية خدنا صفات رجل الايه، خدنا مهام رجل العلم. اشكركم على حسن الاستماع، وان شاء الله الحصه القادمه نجيب اسئله على اللي ما تم شرحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.